بخصوص الجريمة اللي هي يلاه الآن في بحري الأسبوع الماضي، وهي ديال واحد الطالب، واحد التلميذ اللي تدرس في الأولى بكالوريا، واللي معروف عليه أنه مهذب وأنه مجتهد وأنه من أسرة ناس مزيانين، ولكن شاءت الأقدار أن يلتقي ببيدوفيل الذي كان محط ثقة ديال الأسرة ديالو، خاصة الأب ديالو، واللي كانوا طبعا هذه الأسرة كانت كتعطف على هذا السيد وكانت كتأويه وكانت كتعامل معاه بمعاملة إحسانية، إلا أنه خان الأمانة وأراد أن يغتصب هذا الطفل الذي استدرجه إلى بيته، وهذا البيت هو بيت صغير اللي مكنوا منه الأب ديال هذا التلميذ، وعطاه له من باب الإحسان ودخلوا لهذا البيت ديالو وغلق الباب وحاول أنه يغتصبه. هذا الوليد نظرا للبنية ديالو الضعيفة، الجسم ديالو الصغير، أنه تمكن من الرقبة ديالو هذا المغتصب وحاول أنه يغتصبه، وهذا الولد هذا لما قوموا سقط أرضان، فسقط فوقه هذا السيد هذا وحاول أن يتمكن منه، فتحسس من حوله فوجد سكين فضربه الضربة الأولى والثانية والثالثة التي أرضته قتيلا لينفك من قبضة هذا المعتدي، باش عرفوا أنه هذا الطفل هذا ما عنده مسكين لا سوابق لا والو، سلم نفسه على التو لرجال الأمن. إذا حنايا أمام واحد الجريمة اللي فيها ضحيتين، فيها الضحية الأولى هو القاتل، لأن لا أحد طبعا كيشجع على القتل، بالعكس أن هذه مسألة ما غير يعني غير مرحب بها، ولكن هنا حالة اضطرارية وحالة دفاع النفس وحالة ديال محاولة الانعتاق منه نظرا لهذا الطفل هذا اللي ما عنده تجربة وبنية ديالو ضعيفة إلى غير ذلك. فهذه الواقعة هذه وهذه النزيلة حنا كنتمنى أن يطبق فيها الفصل 124 من هذا من المسار الجنائية اللي كتكلم على الدفاع الشرعي أو الدفاع النفس، واللي يمكن كنتمناو من المحكمة أنها تراعي هاد الظروف ديال هاد الولد وتراعي السن ديالو ومستوى ديالو الدراسي، وأنها تحاول أنها إذا ما مكنتوش من البراءة تمكنوا من تخفيف العقوبة. ثم أن هاد الحالة هذه كتذكرنا بحالة سابقة في طنجة وقعت لهذاك الطفل أيضا اللي كان كيغتصب واحد السيد واللي تمكن من قتله، واللي كان تحكم بعشر سنين لأنه عنده سابق إصرار وترصد لأنه خلى حتى نعاس وقطع له راسه بمنشار حديدي. حنا الآن حنا مدعوون جميعا كمؤسسات كجمعيات إلى رفع منسوب الوعي عند أبنائنا عند الأطفال، يعني لا يعقل باش نشجعوا أولادنا أنهم يتصاحبوا أي يرافقوا ناس كبر منهم سنا، هذا من جهة. جهة ثانية أنها نمكنهم من ما يسمى بالثقافة الجنسية، يكونوا عارفين بأن كاين بيناتهم بيدوفيل، وهذا البيدوفيل دائما كيكون محط ثقة ديال الناس، ويحاولوا يقولوا لولادنا أنهم ردوا بالكم راه بيناتنا بين الناس اللي محط الثقة راه كاينة ناس غدارة. وربما هنا ينجبوا المصطلح الشعبي في المغرب اللي كنسميوه هذا البيدوفيل، كنسميوه غدار الصبيان، كان دائما موجود وكان دائما في الحومات كيحضرونا منه، عندك هذاك تشوش عنده مول الحانوت أو غيره راه غدار الصبيان. وهذه المسألة كان الأطفال كيحتاطوا من هذا الغدار الصبيان. الآن خصنا كذلك نرفعوا مستوى الوعي عند وليداتنا، ثم نمكنهم من أساليب الدفاع عن النفس دون الوصول إلى القتل. هناك أساليب كثيرة في الدفاع عن النفس في الفليسال وفي غيره، في التيكواندو وغيره، اللي كيمكن أنك تملص من 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 الإنسان اللي قبض عليك دون ما تقتله، يعني تحاول تنفلت منه باش ما تطيحش أنت في الجريمة إلى غير ذلك. فإذا خصنا نعرفوا بأن ونعرفوا وليداتنا بالقوانين والمساطر القانونية وما هو القانون. هنا ربما دعوة إلى الرجوع لواحد المادة كانت كتدرس في المؤسسات ديالنا التعليمية اللي سميتها الشأن المحلي، واللي كان فيها أطفال كيعملوا بحوث وكيعملوا دراسات وكيتمكنوا من أنهم يتعلموا أشياء خارج المنظومة التربوية، ويحاولوا يسألوا ويبحثوا ويعملوا تقارير ويعملوا بحوث، واللي كتفيدهم كثيرا. وحنا ربما مررنا بواحد الجيل درسناه واللي كان فيه الشأن المحلي وعرفنا شنو الأهمية داك الشأن المحلي.